اوضحت صحيفه الجارديان البريطانيه في مقال بقلم الكاتب اوين جونز ان اليمين البريطاني مذنب من دون شك بنشر التعصب ضد المسلمين لكن على حزب العمال ان يجيب على اسئلته العميقه ولانه الان الحزب الحاكم فعليه مسؤوليه تطهير المجتمع من سرطان الكراهيه ضد المسلمين ولن ينجح في ذلك قبل ان ينظر الى داخل صفوفه وفي التفاصيل أوضحت الصحيفة أن الحزب زرع الانقسام خلال سنوات حكم رئيس الوزراء الأسبق توني بلير الذي يدعي أنه يحب المسلمين ولكنه يعاديهم وأن وصمة التحيز لا تزال قائمة فيه حسب أعضائه المسلمين وقد ورد في حملة فيل والاس وزير الهجرة في حزب العمال في عهد جوردن براون عام 2010 منشور يطالب من الناخبين الوقوف إلى جانب مرشحهم ويحذر من فوز المتطرفين مصحوبا بصور لمحتجين إسلاميين غاضبين يحملون لافتات مثل اقطعوا رؤوس أولئك الذين يهينون الإسلام. واليوم تضيف الصحيفه وبعد ايام من محاوله تنفيذ اعمال معاديه ضد المسلمين في الشوارع الانجليزيه فان السؤال الذي يجب ان يطرح الان هو كيف اصبح التعصب ضد المسلمين منتشرا على نطاق واسع ومقبولا ورائجا بهذا الشكل البشع داخل بريطانيا ورد الكاتب بان هناك مذنبين واضحين تصور الصحافه اليمنيه الشرسه تصور المسلمين عدوا خطيرا في الداخل والمهاجرين واللاجئين المسلمين تصورهم انهم غزاة معادين وبذلك خلق المحافظون مستنقعا معاديا للاسلام في بريطانيا تقول سعيده وارسي اكبر سياسيه مسلمه في حزب المحافظين انه موجود في القاعدة الشعبية وصولا إلى القمة وفي الأونة الأخيرة عندما استقال أعضاء مجلس المحلي المسلمين في الغالب من حزب العمال بسبب رفضهم القاطع موقف الحزب من الإبادة الجمعية التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم في قطاع غزة أبلغ أحد المسؤولين الحزب بأنه تخلص من البراغيث كما شارك بعض أعضاء حزب العمال في شيطنة المتظاهرين من اجل غزه باعتبارهم حشدا خطيرا